لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في هذه المداخلة، والتي سوف نتحدث فيها عن ظاهرة إهانة المسؤولين للمواطنين والجزائريين التي كانت في عهد بوتفليقة ثم استمرت في عهد عبد القادر بن صالح ثم استمرت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون. في عهد الرئيس بوتفليقة هناك الكثير من المشاهد التي تداولها الجزائريون، وهناك ما لم يتداوله الجزائريون عن معاملة المسؤولين للمواطنين. نذكر في هذا السياق عمار بن يونس ماذا قال؟ بكل حرية وبكل شفافية على المترشح اللي يحبه. احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقة، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر وينعل كل ما يحبناش. شكرا. هذا وزير من وزراء بوتفليقة الذي يقبع حاليا في السجن. ثم نذكر ايضا عبد المجيد سيدهم السعيد. استمعوا إلى ماذا كان يقول للجزائريين وعن الجزائريين. وفخور بالرئيس الجمهورية، وفخور به، لما ما يكونش فخور بالمؤسسة تاعو ما راهش جزائري. نحبوا نرجعوا للدم والدموع، نحبوا نرجعوا لأكمل اللي صار فينا، تحبوا نرجعوا للديون محروقين، تحبوا نرجعوا للوزينات محروقين. اللي يحب يمشي باش الجزائر تقوى اقتصاديا اجتماعيا سياسيا ديمقراطيا مرحبا به، ولكن اللي يحب يخرج على الخط هذا الله لا يرده. انا نقول الله الله لا يرده. بحال عليهم قاعدين يما تما بور كو لي جون سوا كلير دون لو سون dans la tête, dans les pieds et dans les mains, vive Bouteflika. نعتذر عن هذه الألفاظ وعن هذه الكلمات، ولكن اضطررنا أن نعيدها حتى تسمعوا كيف كان حال النظام يتعامل مع المواطنين الجزائريين. سقط هذا النظام، وذهب ضحية أطماعه، وذهب بوتفليقة إلى نفايات التاريخ، ولا يوجد رئيس يكرهه الجزائريون كعبد العزيز بوتفليقة. ونشاهدنا كثيرا هؤلاء وهم يساقون إلى السجون، ويوجد غيرهم ممن يزالون يستعطفون الناس. فهذا سيدهم السعيد بعدما كان يسب ويشتم صار يستعطف الجزائريين بمرضه. وراني مريض، حقيقة أنني مريض، ما نخبيها حتى واحد، موش عيب يكون واحد مريض. إينا باش هاد الناس هادو اللي تما خير تكلم نقولها أنايا، ما يقولهاش فيسبوك ولا حاجة أخرى. سيغري عندي سرطان، لا هكذا باش حتى واحد ما يعاود يعلق عليها. راني في العالج، راني نعالج بروح. هذه لن نخوض كثيرا في تلك المرحلة البائسة التي أوصلت الجزائريين، وصلتهم ونقولها بالدارجة، وصلتهم إلى وضع مؤسف وحالة مزرية وكارثة بمعنى الكلمة. جاءت بعد ذلك، خرج الجزائريون في 22 فيفري 2019،
ورفضوا عهدة خامسة لبوتفليقة كانت ستأتي على الأخضر واليابس. انحازت المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح إلى الجزائريين والحراك الشعبي. سقط بوتفليقة وسقط الكثير من رجاله الذين توزعوا ما بين عدة سجون. جاء بعد ذلك عبد القادر بن صالح. ولم تتوقف تلك الظواهر، وها هو وزير داخليته ماذا قال؟ لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس من نحن لسنا منهم. أن ينزل مستوى رجل الدولة إلى هذا الحال البائس هو دليل على سقوط المنظومة كلها في وضع أبأس بكثير. لن نسترسل كثيرا في تلك المرحلة، فقد كانت حمى الحراك الشعبي والوضع الذي كانت فيه الجزائر، حيث كانت في مفترق طرق بين المنحة والمحنة، بين الفوضى الهلاكة والنجاة مما كان يحاك لها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.